بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. قال: فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية آل عمران. يعني في هذا الباب وما جاء فيه من الآيات والأحاديث مسائل استنبطها من هذه النصوص. نعم. الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فقد جاء في تفسيرها أنه لما حصل على المسلمين في وقعة أحد ما حصل من المصيبة نتيجة لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيمه للرماة الذين على الجبل، أنهم لا يتركون الجبل أبدا مهما كان، لأن العدو ينقض على المسلمين من هذا الجبل إذا رآه خاليا. فلما حصلت دارة الهزيمة، حصل على المشركين هزيمة في أول المعركة: ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم، يعني تقتلونهم، تحسونهم بإذنه، هذا في أول المعركة. الله نصر المسلمين في أولها لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا في أول المعركة وجاء أخذوا يجمعون الغنائم، ظنوا أن المهمة انتهت من بقائهم على الجبل، فنزلوا قالوا: نعين إخواننا على جمع الغنائم. وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. فلما رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان حين ذاك على الشرك وكان قائدا محنكا وبطلا شجاعا، لما رأى أن الجبل فرغ للمشركين جاءوا من خلف المسلمين وانقضوا عليهم، فأصبح المسلمون بين فكي الأسد، العدو من أمامهم ومن خلفهم. دارت المعركة من جديد، فقتل فيه من المسلمين من قتل وهم كثير، وأولهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، استشهد في هذه المعركة بسبب أنهم لم يلتزموا النظام الذي نظمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت نكبة على المسلمين وقتل منهم 70، قتل منهم 70، وأسر منهم أكثر، فأدارت عليهم الدائرة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شؤم المعصية. وحصل حتى أن المصيبة عمت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته وهشم المغفر على رأسه حتى غاصت منه حلقتان في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذا ما حصل في وقعة أحد بسبب هذه المخالفة التي حصلت منهم عن اجتهاد، وأيضا ما هي منهم كلهم بل من بعضهم، ولكن المصيبة إذا نزلت تعم، المصيبة والعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح. حصل على المسلمين ما حصل في وقعة أحد، هذا حاصل ما حصل في وقعة أحد على المسلمين. نعم. الثانية تفسير آية براءة وقول الله تعالى الثانية. تفسير آية براءة إنما يعمر مساجد الله، فقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وذلك أن المسلمين لما رجعوا إلى المدينة فيهم الجرحى وقد دفنوا شهداءهم في أحد، وعادوا إلى المدينة ومعهم الجرحى وقد نكبوا، تلاوم المشركون في طريقهم إلى مكة وقالوا لو رجعنا عليهم، لو رجعنا على المسلمين واستأصلنا بقيتهم، فأرسلوا إلى المسلمين رسولا إنا قادمون عليكم لنستأصل بقيتكم. هذا من الابتلاء والامتحان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان حضر المعركة أن يخرج للقاء المشركين مرة ثانية، فخرجوا وفيهم الجرحى وقد أصابتهم النكبة والهزيمة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا ونزلوا في مكان يسمى حمراء الأسد ينتظرون قدوم المشركين عليهم ورجوع المشركين عليهم. فلما علم المشركون بخروج المسلمين قالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فاستمروا راجعين إلى مكة، وكفى الله المسلمين القتال، رجعوا استمروا راجعين إلى مكة، كفى الله المسلمين القتال. لكن لما صمد المسلمون ولم ينهزموا ولم يتروعوا من تهديد الكفار حصل لهم النصر، وألقى الله الرعب في قلوب أعدائهم، سلموا والحمد لله. قال الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، لما قالوا إنا راجعون عليكم وإنا مستأصلون بقيتكم، قال الله جل وعلا إنما ذلكم، أي هذا الوعيد والتهديد إنما هو من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمسلمون تشجعوا وخرجوا وفيهم الجرحى وفيهم المصابون، ونزلوا في الطريق ينتظرون الكفار أن يرجعوا إليهم. فلما فعلوا هذا السبب وعلم المشركون بخروجهم قالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، وألقى الله الرعب في قلوبهم فواصلوا السير إلى مكة، ونجى الله المسلمين من كيدهم. لو أن المسلمين بقوا في المدينة لداهمهم الكفار قتلوهم، لكن لما خرجوا تشجعوا وامتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صارت العاقبة لهم والحمد لله. نعم.
الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية قد فسرناها كما سمعت، نعم، الثانية تفسير آية براءة، نعم، وهي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لما كان المشركون في قبضتهم المسجد الحرام ويسيطرون على القادمين للحج والعمرة، متسلطون على المسلمين، فالله جل وعلا قال لا تتركوهم يسيطرون على المسجد الحرام، لا تتركوهم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمسلمون أيضا تشجعوا وحصل لهم النصر ومكنهم الله من المسؤولية على المسجد الحرام وطرد المشركين من المسجد الحرام، لأن المشركين لا يعمرون مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهذا تشجيع للمسلمين على أن ينزعوا السلطة على مكة والمسجد الحرام من يد المشركين، وقد نزعوها والحمد لله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، نصره الله على المشركين وصار الإشراف على المسجد الحرام وتولي الحجاج والمعتمرين بيد المسلمين، نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله، نعم، الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله، آمنا بالله، من الناس من يقول آمنا بالله. الله لا يترك هذا يعني يستمر، بل يختبره هل هو صحيح أنه مؤمن بالله حقا أو أنه منافق. الله جل وعلا يبتلي ويختبر عباده المؤمنين. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يبتلي عباده المؤمنين والكفار، يبتليهم، لكن البلوى على المؤمنين تمحيص تخليص، وأما البلوى على الكفار فهي محق وإهلاك، نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، أن اليقين في القلب يضعف ويقوى، وهذا ما حصل في هذه الواقعة. لما كان يقين المسلمين في قلوبهم قويا نصرهم الله وصارت العاقبة لهم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء والامتحان، نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف الإيمان، علامة ضعف الإيمان، وهي هذه الثلاثة الأمور:
بينها. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إن من ضعف اليقين يعني في القلب أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله وأن تحمدهم على ما آتاك الله. فالواجب أن تحمد الله، ومن كان سببا في الخير يثنى عليه ويحمد، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالمخلوق يحمد على قدر ما بذل، والشكر المطلق لله عز وجل. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. أن إخلاص الخوف فلا تخافوهم وخافوني، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فالخوف من الله من الفرائض التي فرضها الله على عباده، وهذا خوف العبادة، خوف العبادة. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعل الخوف من الله عز وجل، وأن الله يؤيده وينصره. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ذكر عقاب من ترك الخوف من الله وخاف الناس، أن الله يسلطهم عليه ولا يمده بالنصر بل يتركه مع عدوه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من أنواع العبادة التوكل على الله سبحانه، تفويض الأمور إليه عز وجل، فهو من أعظم أنواع العبادة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، توكل على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذكر التوكل في كثير من الآيات، وأمر بإخلاص التوكل على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، فلا تتكل على أحد من غير الله عز وجل. نعم، عمد من يساعدك، عمد، لكن لا تتوكل عليه، هذا السبب، لا تتوكل عليه، توكل على الله. والأخذ بالأسباب مأمور به، لكن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد على الله عز وجل. ولا ما يجوز ترك الأسباب، لازم من الجمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله. فلا يكفي فعل الأسباب دون توكل على الله، ولا يكفي التوكل على الله دون فعل للأسباب، لابد من الجمع بينهما. هذه طريقة المؤمنين التي أمر الله جل وعلا بها. نعم. قال أبو السعادات رحمه الله. قال أبو السعادات، أبو السعادات هو ابن الأثير صاحب غريب الحديث، يشرح غريب الحديث، يعني الألفاظ التي تمر في الحديث يفسرها ويبينها، وهذا ما يسمى بغريب الحديث. نعم. قال أبو السعادات رحمه الله: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت توكل بالأمر، توكل فلان بالأمر، يعني أنه تكفل به ووعد بالقيام به. نعم. يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. وكلت، نعم، توكلت. نعم. ووكلت أمري إلى فلان. وكلت
ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. أي نعم، لا معنى أنك تتخذ الأسباب وتستعين بالمخلوقين فيما يقدرون عليه، لا مانع من هذا، لكن مع الاعتماد على الله. هذه أسباب، لا يكتفي، لا يجوز الاقتصار على فعل الأسباب، بل لا بد مع فعل الأسباب من التوكل على الله. ولا يكتفى بالتوكل على الله وترك الأسباب، لازم من الجمع بينهما، تأخذ الأسباب النافعة وتتوكل على الله ولا تعتمد الأسباب. هذا هو طريق المؤمنين، وهذا ما أمر الله به ورسوله، الجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة. نعم. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. وكل غير توكل. وكل الوكالة هي تعميد الإنسان بعمل شيء، تعميده أن يستلم لك مبلغا من فلان، هذه وكالة تسمى وكالة، ما يتوكل، هذه وكالة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل، وكل من ينوب عنه في جباية الزكاة، وكل من ينوب عنه في أخذ الخراج. التوكيل جائز، وإنما الممنوع التوكل، هذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. أفهم الفرق بين التوكل والتوكيل. نعم. ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انت نعم، للإنسان أن يوكل، والرسول وكل عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وكل من ينوب عنه في ذلك، لا مانع، لا مانع من الوكالة. أما التوكل فلا يجوز إلا على الله سبحانه وتعالى، فأنت توكل ولكن لا تعتمد على الوكيل، وإنما تعتمد على الله، تتوكل على الله. نعم. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل، أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم الجار والمجرور وهو المعمول على العامل، على الله فتوكلوا، هذا يقتضي الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره. التوكل لا يكون إلا على الله، لأنه نوع من أنواع العبادة. أما التوكيل فلا بأس، توكل من ينوب عنك، وليس هذا من العبادة، إنما هذا من المصالح التي يحتاجها الناس. نعم. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. تقديم المعمول وهو قوله على الله يفيد الحصر. الأصل، الأصل توكل على الله، هذا الأصل. الجار والمجرور يتأخر وهو المعمول، لكن هنا قدم الجار والمجرور على التوكل. وعلى الله فتوكلوا يفيد الحصر، إذا قدم المعمول يفيد الحصر، مثل قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول إياك، قدم المعمول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ليفيد الإخلاص لله عز وجل. نعم. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر كما سمعتم في الآية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأصل توكلوا على الله، لكنه قدم المعمول وهو الجار والمجرور لإفادة الحصر، أي لا تتوكلوا على غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. نعم. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها. نعم.
لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. توكل على الله من أعظم أنواع العبادة وأشملها. لما لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، لما ينشأ على التوكل على الله من الأعمال الصالحة. نعم. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. نعم. توكل لا يكون إلا على الله، ما تقول توكلت على فلان، إنما تقول وكلت فلان، ولا تقول توكلت عليه كما يقول بعضهم أنا متوكل على الله ثم عليك. لا، لا يجوز هذا، قل وكلتك، لا تقول توكلت عليك، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني من أعظم ما يترتب على هذه اللفظة من التصرفات. نعم. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة، بأنواع التوحيد الثلاثة التي تعرفونها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ثلاثة أنواع. نعم. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. نعم، ما يكمل التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بالتوكل على الله عز وجل. نعم. كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين فتوكلوا على الله، المسلم يتوكل على الله، ولا معنى أنه يوكل ويعمد وينوب من يقوم مقامه، ما مانع من هذا، لكن يفوض أمره إلى الله ويجعل هذا من باب السبب فقط، لا من باب الاعتماد. توكيلك لبعض المخلوقين على بعض هو من باب الاستعانة به فيما يقدر عليه، يبيع لك، يشتري لك، يعمل لك عمل من الأعمال، هذا ما هو من باب التوكل على المخلوق، هذا من باب الإنابة، تنيب من ينوب عنك لقضاء أمر من الأمور. شيء ما تقدر عليه توكل من يقوم به، شيء ما هو عندك بعيد عنك توكل من ينوب عنك فيه، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عماله في خيبر وفي غيرها. نعم. وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، عليه توكلوا لا على غيره، شوف قدم عليه على توكلوا، تقديم المعمول على العامل لإفادة الحصر، أي لا تتوكلوا على غير الله. نعم. وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب، المشرق هو ما مطلع الكواكب كالشمس والقمر والنجوم، تطلع من المشرق من الشرق، والمغرب مكان غروبها، تغرب في الجهة المقابلة للمشرق، والدنيا كلها مشرق ومغرب، كل الدنيا كذا مشرق ومغرب، الشمال والجنوب داخلة في المشرق والمغرب، ولذلك لم يرد ذكر الشمال والجنوب، ورد المشرق والمغرب، لأن هذا يشمل الكون كله، يشمل الأرض كلها مشرق ومغرب. نعم.
والآيات في الأمر به كثيرة جدا. الآيات في الأمر به بأي شيء؟ توكل. والآيات في الأمر به كثيرة جدا، مثل هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. التوكل عمل القلب، العمل يكون بالقلب ويكون بالجوارح ظاهرا وباطنا. اللي في القلب هذا باطن لا يعلمه إلا الله، عمل القلب لا يعلمه إلا الله. ومنه التوكل والإنابة والخوف والخشية والرغبة والرعبة والاستعانة والاستغاثة، هذه أعمال قلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هناك أعمال جوارح ظاهرة مثل الأخذ والإعطاء والعمل باليد والحرفة وما أشبه ذلك، هذه أعمال ظاهرة، أعمال جوارح. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله. الآية المترجم بها وهي قوله: وعلى الله فتوكلوا، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. نعم. قال ابن القيم: وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان. على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والأصل إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، لكنه قدم المعمول لإفادة الحصر. نعم. فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. إيه نعم. فمن لم يتوكل على الله، توكل على الأسباب، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. وقلنا ما يصلح إلا الجمع بين الأمرين: التوكل على الله مع فعل الأسباب النافعة، لا بد من الجمع بينهما. فاللي يقتصر على أحدهما هذا مخطئ وضال. نعم. وفي الآية الأخرى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. لما هدد فرعون وقومه بني إسرائيل، هددهم: نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فماذا قال الله لموسى عليه السلام في مقابل ذلك؟ نعم. انتبهوا. نعم. وفي الآية الأخرى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم. وقال موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا: على الله توكلنا. فنصرهم الله على فرعون وأغرقه ودمره، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، بسبب أن بني إسرائيل توكلوا على الله وصمدوا في إيمانهم ولم يهنوا ولم يضعفوا، وما وساروا وجاهدوا مع نبيهم موسى عليه السلام. نصرهم الله على أعتى عدو على وجه الأرض وهو فرعون. نعم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين فتوكلوا على الله. فالذي يدل على صحة الإسلام هو التوكل على الله عز وجل. نعم. وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى. نعم. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. نعم. وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. نعم. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان. أعبده وتوكل عليه، أعبده
توكل عليه، جمع بين التوكل والعبادة، اعبده وتوكل عليه، مع أن التوكل داخل في العبادة، هو نوع من أنواع العبادة، لكنه عطفه على العبادة اهتماما به، اهتماما به وبيان مكانة التوكل. نعم. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لكنه عطفها من عطف الخاص على العام اهتماما بها. نعم. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان. نعم. وبين التوكل والتقوى. بين التوكل والعبادة، كما في قوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. نعم. وبين التوكل والإيمان. وبين التوكل والإيمان، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجمع بين التوكل والإيمان. نعم. وبين التوكل والتقوى. وبين التوكل والتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله ويتوكل على الله، فالله جل وعلا، مع أن التوكل داخل في العبادة، لكنه أفرده بالذكر اهتماما به. نعم. وبين التوكل والإسلام. اي نعم، توكلوا على الله وتوكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. وبين التوكل والهداية. نعم. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. ومن يتوكل على الله يهدي قلبه. نعم. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. التوكل الذي هو الاعتماد على الله أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. نعم. ولجميع أعمال الإسلام. نعم. وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. نعم. فإذا الجسد لا يحيا ولا ينفع بدون رأس، لو قطع رأسه ما في فائدة، وإن كان متكامل الأعضاء، لكن إذا كان ما في رأس ما في، صار جثة. كذلك الدين إذا كان ما في توكل على الله ما في فائدة. نعم. وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. نعم، إذا اعتمد على المخلوق خاب ظنه في هذا المخلوق، لكن يكون ظنه بالله عز وجل، ولا بأس أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. نعم. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. فإنه مشرك، لأن التوكل نوع من أنواع العبادة، فمن جعله لغير الله هذا الشرك، جعل العبادة لغير الله أو نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثال على بطلان الشرك. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني من العلو. الإيمان ارتفاع ورفعة، فإذا أشرك بالله فإنه يسقط من هذا العلو. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني من علو سقط، فتخطفه الطير في الجو، تأكله النسور والغربان، وتتخطفه الطير وتأكله،
وإن سلم منها فإن الريح تحمله إلى مكان بعيد تبعده عن البلدان وتبعده يهلك يسقط في مهلكة ما حولها أحد. هذا مثل للشرك، هذا مثل للشرك ومآله وعاقبته الوخيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما. قال الشارح رحمه الله، الشارح اللي هو الشيخ سليمان بن عبد الله، وفتح المجيد هذا مختصر من شرح الشيخ سليمان، والآن مطبوع من شرح الشيخ سليمان، وهذا فتح المجيد تهذيب له اختصار له. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم، هذا شرك بلا شك، توكل على المخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا شرك. نعم. كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر. نعم، عباد القبور توكلوا على القبور وعلى أصحاب القبور، يقضون حوائجهم ويدعونهم من دون الله ويتقربون إلى الأموات لأجل أن الأموات يتوسطون لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. والله جل وعلا أمرنا أن ندعوه مباشرة ولا نجعل بيننا وبينه واسطة، فإنه يسمع الدعاء ويقضي الحاجات ويقدر على كل شيء، ما حاجة أنك توسط بينك وبين الله واسطة، ادعو مباشرة، ارفع حوائجك إليه مباشرة، خاطب ربك مباشرة، يا رب يا رب، ما هو بتروح لفلان تقول له اشفع لي عند الله. هذا عند المخلوقين اللي ما يعرفون حوائج الناس إلا بمن يبينها لهم، وأيضا لو عرفوها ما تلين قلوبهم لقضائها حتى يأتيهم من يؤثر عليهم. أما الله جل وعلا فإنه قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تجعل بينك وبين الله حجابا، ولا تجعل بينك وبين الله واسطة، ولا تجعل بينك وبين الله من يشفع لك، ادعو الله مباشرة الليل والنهار فاتحا بابه سبحانه وتعالى، ادعو. لماذا تروح تروغ إلى فلان وعلان والميت، حتى لو حي لكن ميت. القبوريون يعتمدون على أموات، على أموات لا يقدرون على شيء، مرتهنون بأعمالهم ويعبدونهم من دون الله، انتكاس الفطر والعقول. نعم. كمن يتوكل، يقول أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. نعم، ما يفعله هؤلاء الذين يستنجدون بالأموات، يذهبون إلى ضريح فلان وقبر فلان يستنجدون به وينسون الله سبحانه وتعالى، هذا من عمل بصيرة. الله قريب مجيب، الله سميع الدعاء، لا يخفى عليه شيء، فلا حاجة إلى أنك توسط بينك وبين الله من يبلغ الله حاجتك أو يطلب منه قضاء حاجتك. الله فتح بابه للسائلين، ارفع يديك إلى الله واسأل الله عز وجل، ادعو الله بحوائجك وأخلص الدعاء لله، الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. لماذا هذه الملفات وهذه الانعكاسات التي يفعلها عباد القبور؟ يقولون هذا ولي
من أولياء الله وأنا مذنب وهذا يشفع لي عند الله. أنت مذنب، استغفر الله عز وجل، استغفر الله يغفر لك، ما لا حاجة إلى أن تجيب واحد توسط لك عند الله يغفر لك، لا، ادعو الله رب اغفر لي، قل رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، استغفرك اللهم وأتوب إليك. لا حاجة أنك تجيب واحد يتوسط لك عند الله يغفر لك ذنوبك. نعم. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة. أي نعم، الأسباب الظاهرة، توكل واحد يبيع لك يشتري لك ينوب عنك في قضاء حاجة، هذا لا بأس به. نعم. كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك. نعم. فهو نوع شرك أصغر. إذا لا بأس أنه يطلب حوائج من السلطان أو من الغني أو من، لكن لا يظن أن هذا المخلوق يتصرف من دون الله عز وجل، لما يتصرف إذا أراد الله عز وجل، فأنت ادعو الله، مرد الأمور كلها إليه، يرجع وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. نعم. والوكالة الجائزة هو توكيل في البيع والشراء والتصرفات، هذه جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل لبعض الأمور، له نواب وله أمراء وله يعني من يقومون بالأعمال التي يكلها إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، التوكيل ما في بأس، إنما الممنوع التوكل، لا تتوكل على أحد غير الله سبحانه وتعالى. نعم. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. نعم. لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه. الحصول هذا ما يقدر عليه إلا الله، لكن التوكيل هذا سبب، والسبب لا بد أن الله جل وعلا يجعله نافعا. نعم. لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. مع توكيلك الإنسان، مع توكيلك الإنسان فيما يقدر عليه الإنسان، اعتمد على الله عز وجل، لأن الله لو أراد ما نفعك هذا الإنسان، أنت وكل لكن اعتمد على الله في حصول المطلوب. نعم. فليتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. نعم. وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها. نعم، التوكيل في الأمور التي يقدر عليها المخلوق هذا من فعل الأسباب الجائزة، لكن لا تعتمد عليه، إنما تعتمد على الله. نعم. ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. نعم، مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ونقف على هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التوكل على الله يزيد وينقص بحسب إيمان العبد؟ نعم، بلا شك التوكل على الله يزيد وينقص، هو نوع من أنواع العبادة، يزيد وينقص بحسب ما يقوم بعقيدة الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول خليها على الله؟ ما يخالف، لا بس يعني خل هذا الأمر إلى الله، هو الذي يدبره وهو الذي ييسره. أي نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم عمل الأسباب في التوكل؟
يقول: ما حكم عمل الأسباب في التوكل؟ ما أدري إيش معنى السؤال هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون التوكل على الله؟ هل يكون بالاعتقاد أن الله هو الوحيد الذي ينفع وهو الوحيد الذي يضر؟ نعم، الذي يحصل لك الأمور ييسرها لك هو الله، وإنما الوكيل هذا سبب، أنت وكلته الآن هذا سبب، لكن اللي ييسر لك الأمر الذي وكلته فيه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول اعتمدت على الله ثم عليك؟ لا بأس بذلك، لكن ما تقول توكلت على الله ثم عليك، توكل لا يكون إلا على الله، أما الاعتماد يجوز. نعم. وما حكم قول وكلت الله ثم وكلتك؟ لا، ما يجوز توكل الله، لا تقول وكلت الله، قل وكلتك، توكلت على الله، قل توكلت على الله، لا تقول وكلت الله، قل توكلت على الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم أنه لا يجوز قول توكلت على الله ثم على فلان، فما هي العبادات التي يجوز فيها يقال ثم على فلان؟ العبادات ما فيها ثم على فلان، كل العبادات ما فيها شيء تقول ثم على فلان، كل خالصة لوجه الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: علمت أن العطف يقتضي المغايرة، وفي الآية: فاعبده وتوكل عليه، فلا مغايرة بين التوكل والعبادة، أرجو الإفادة في ذلك. هذا ذكرنا وقلنا إن إفراد العبادة بعد الاعتماد على الله عز وجل إنما ومن باب الاهتمام بها، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، صلاة العصر، أو هي صلاة الظهر على قول، داخلة في الصلوات، لكن أفردها بالذكر لأهميتها من عطف الخاص على العام اهتماما به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص يخاف من مخالطة الناس، وفي بعض الأحيان يتجنب مخالطتهم، وذلك خوفا من العين والحسد، فهل يعتبر هذا نقصا في التوكل ونقصا في الإيمان؟ هذا وسواس، هذا وسواس من الشيطان، عليه أن يرفضه ويتركه ويعتمد على الله، ويخالط الناس اللي فيهم مصلحة فيهم فائدة يخالطهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فهل هذا يدل على أن الذي لا يتوكل على الله أو من كان ناقص التوكل يخرج من الإسلام؟ الذي لا يتوكل على الله وإنما يتوكل على غيره هذا يخرج من الإسلام، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، وفي تعريف الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فكيف نربط كلام الإمام أحمد رحمه الله بالآية: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله؟ لا تنافي بين الآية وبين ما ذكرته، فقوله يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا، فنصرهم الله على فرعون وأغرق فرعون وقومه لأنهم توكلوا على الله وقوضوا أمورهم إليه واعتمدوا عليه سبحانه، فكفاهم الله شر عدوهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض دعاة الصوفية في بلدهم يقولون أنهم يزورون القبور للتقرب إلى الله أو من باب البركة
ويزورون الأولياء والصالحين ويقولون للناس هذا ليس بشرك إنما هم أولياء لله، فما حكم هذا؟ ما هم اللي يفسرون الشرك على هواهم. الشرك هو عبادة غير الله أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. وإنهم يصرفون هذا إلى ما يريدون، هذا ليس في مقدورهم إنهم يغيرون الحقائق الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف أن التوكل على غير الله قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، وهو التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير فيما أقدره الله عليه من رزق أو غيره، فما وجه كونه شركا أصغر؟ أي نعم، لأنه اعتمد على غير الله، اعتمد على غير الله وظن أن الأمير أنه يبي يقضي حوائجه بدون أن الله يقدر هذا، أو اعتمد على غير الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول أنا عند الله ثم عندك؟ إيه نعم، هذا من باب الحث على قضاء حاجة هذا القائل، أو أنه يخاف من عدو له ولجأ إلى هذا الشخص الذي يقدر على منعه وعلى حمايته، هذا من اتخاذ الأسباب النافعة ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يقول: هل هناك فرق بين التوكل وبين حق التوكل؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جائعة وتروح بطانا يعني شبعانة. الطير ما عنده شيء في المكان الذي يأوي إليه، وعنده شيء ما عنده شيء إلا منه أصبح طار ويسر الله له، لأنهم توكل على الله. طير ما عنده شيء يدخره لا في بيته ولا في مخزن ولا في شيء. وكم الطيور يا أخوان اللي تعيش في الجو وفي الكون، كلها رزقها على الله سبحانه وتعالى، ما في طائر مات جوعا أبدا. نعم يموت بمرض، يموت بإصابة، أما يموت جوع ما في طائر وطيور تموت جوع، إلا إنسان مخزونه ومغلق عليها، أما إذا أطلقت فلا تموت جوع، تطلب الرزق والرزق ميسر لها في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال، هذه سائلة من زنجبار تقول: زوجي تركني منذ 6 أشهر ولم يتلفظ بالطلاق، وتركني وأولادي ونحن الآن في بيت أبي، فماذا أصنع وفقكم الله؟ تقدمي إلى القاضي وأقيمي عليه دعوة، والقاضي هو الذي يناقشه في هذا ويلزمه بنفقتك عليه. نعم، ما يستيق عليه إلا من طريق القاضي، إلا إن كان أحد يؤثر عليه من أصدقائه من إخوانه من يؤثر عليه ينصحه، فعمدي أحدا يناصحه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للمنفرد جمع بين المغرب والعشاء إذا صلى متأخرا في المسجد الذي قد جمع إمامه لأجل المطر؟ ألا ما ذكره الفقهاء يقولون نعم، ولو صلى في بيته يجمع، أو في مسجد طريقه تحت ساباط يجمع، إذا جمع الناس، لأن الرخصة تعم المسلمين الحاضرين، ولكن المسلم يعني يتقي الله عز وجل إذا كان ما حضر الجمع وهو في مكان
حصين ولا يجيه مطر ولا يجيه شيء، خلي كل صلاة في وقتها ولا حاجة إلى الجمع. لكن لو جمع ما نقول صلاتك باطلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: لا لدي فرصة عمل في الحرس الوطني في بلده وهو بلد كافر، يقول: ويمكنني تحديد المهام التي أقوم بها ولا ألزم بغيرها، يقول: فهل يجوز الالتحاق بهذه الفئة من الشرطة؟ نعم، كنت محتاجا للعمل عندهم ولا يخل هذا في أمر من أمور دينك، استطيع القيام بدينك وصلاتك وأمور دينك، فلا بأس بالعمل طلبا للرزق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف تصلي المرأة المسلمة في الحجاب؟ هل تؤخر الحجاب إلى منابت الشعر حتى تسجد على الجبهة كلها، أو يكون الحجاب في وسط الجبهة؟ إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها، تغطي وجهها بالكامل وتسجد من وراء الحجاب، لا مانع من ذلك، تسجد من وراء الحجاب، يكون الحجاب بينها وبين الأرض، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يقول بعضهم عن الخروج على عثمان رضي الله عنه أنه خروج على ولي الأمر، ولكن لم يكن خروجا حقيقيا، إنما هي حركة ثورية، والخروج الحقيقي كان في عهد علي رضي الله عنه، فما هذا كلام باطل؟ هذا كلام باطل. هو أول الخروج على عثمان، ثم تبعه الخروج على علي، ثم تبعه مذهب الخوارج المتوارث، فبداية الخروج هو مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل على الوالد أن يعق عن ولده الذي مات ولم يعق عنه؟ إيه نعم، يعق عنه ولو مات من أجل الشفاعة، أنه يشفع له عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال فضيلتكم بالأمس أن زيارة آثار الكفار لا تجوز، فما حكم الذين يعملون في ترميم وصيانة آثارهم؟ لا يجوز للمسلم هذا، لا يجوز للمسلم أنه يعمل ترميم آثار الكفار لأجل أن تزار، هذا من خدمتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك مانع من هذا الدعاء، قوله: أجلك الله والملائكة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من يقول أجلك الله والملائكة أو أكرمك الله وملائكته. نعم. عندما يريد أن يقول كلاما سيئا، يعني يحكيه، يقول كلاما يحكيه، يقول أجلك الله عن هذا وأجل الله الملائكة عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة من فرنسا تقول أنها تعمل كوافير للنساء في بيوتهن، ولكن تعمل للأخوات اللائي يرتدين الحجاب، وترفض أن تعمل للأخوات اللاتي لا يتحجبن، تقول: هل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا طيب أنها تحث على الحجاب وتخدم اللاتي يتحجبن، هذا من التعاون على البر والتقوى، ولا تعمل اللاتي لا يتحجبن، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هذه سائلة تقول: كانت لي معلمة في المدرسة، إلا أنها تغيرت ولم تبقى معلمتي، ولكنها ما زالت تدرس، تقول: هل تجوز إعطاؤها الهدية
كيف؟ تقول حفظك الله: كان لي معلمة في المدرسة إلا أنها تغيرت ولم تبقى معلمتي ولا زالت في المدرسة تدرس، يقول هل يجوز إعطاؤها الهدية؟ ما دامت إنما لم تبقى مدرسة لك كيف تهدي لها وهي ما هي مدرسة لك؟ أيضا لا تعطى المدرسة هدية من الطالب أو من الطالبة، اعتبر هذا من الرشوة، لأن المدرس إذا أعطيته هدية يميل معك وربما يحيث معك في تصحيح الجواب ويزيدك درجات لا تستحقها، فالمدرس لا يهدى إليه ولا يجوز له أن يقبل الهدية من الطلاب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مأموم يصلي خلف إمامه، يقول وتأخر في الركوع عن الإمام، فقام يقول يصلي من أول الصلاة معه وتأخر في الركوع مع الإمام، فقام الإمام من الركوع ثم ركع المأموم، فليأتي بركعة بعد السلام؟ لا، يركع بعد الإمام ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استشكل علي هذا الكلام بالأمس، وهو قولكم أن خبر الواحد لا يعمل به حتى ينضم إليه آخر. ما قلت هذا، خبر الواحد إذا صح يعمل به، إذا صح إنه يعمل به، أما اللي يقولون لا يعمل بخبر الواحد ولو صح، هؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: خطيب في بلادي يقول يدعو الناس لعبادة القبور، وقد تأثر به خالي، يقول كيف أتعامل معه؟ انصح خالك، بين له أن هذا باطل ولا يجوز، فإذا لم يقبل فأبعد عنه واقطع صلتك به حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز حضور جنازة الكافر؟ لا، جنازة الكافر توكل إلى قومه وإلى الكفار، المسلم لا يحضرها ولا يشيعه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من صلى وعلى ظهره عباءة دون أن يدخل يديه فيها؟ لا بأس بذلك، إذا كان ساترا لعورته فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تشرع الوصية بأن يدفن المسلم في مكة أو المدينة؟ لا تشرع، لكن إذا أوصى بأنه يدفن في مكة في المدينة وسهل هذا فإنه يدفن فيهما، إذا سهل هذا وتيسر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده، الحديث، يقول نقل المؤلف رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقال: إن المنفي هو الكمال. نعم، كمال الإيمان، النفي قد يكون للإيمان من أصله، قد يكون النفي لكماله، مثل قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك تكون كافر؟ لا، تكون ناقص الإيمان. نعم. يقول: فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله. من اللي يقول؟ يعني الشارع ينقله عن شيخ الإسلام تيمية. اي نعم، هذا صحيح، هذا كلام صحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أقام المؤذن للصلاة فهل يردد بعده؟ نعم، تتابعه مثل ما تتابع المؤذن، لأن الإقامة أذان،
الإقامة أذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الرجل الذي لا ينكر على المعاصي ويزعم أنها لمنفعة دينية؟ لا يجوز له ذلك. إذا كان يقدر على الإنكار ينكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لا بد من إنكار المنكر، إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وهذا آخر شيء. لما ينكر المنكر بقلبه هذا ليس بمؤمن، إما ليس بمؤمن أصلا أو ليس بمؤمن الإيمان الكامل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التعوذ من كلمة أنا؟ ما سمعنا بهذا الشيء. ما أسمع بعض الناس يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، ما سمعنا بهذا الشيء. نعم. انتهى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.